مرحبا بكم مرة أخرى في الماتين. وصلنا الروبريك اللايف ستايل مع حبيبة رحالي وضيفتها مريم، لك الكلمة. ميرسي ميرسي، صباح الخير وصباح الفل للناس الكل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من روبريك لايف ستايل، بيان سور في إيميسيون الماتينال. نوعنا وقاعدين نوعوا، اليوم معايا موكا شوكولاتة. شنو هي موكا شوكولاتة؟ دو كوا يساجي؟ شنو لو كونسيبت؟ اش معناتها اشتي انتليجون؟ شنو هالفكرة هذيا الكلها وعلاش الاسم هذيا؟ الكل باش نحكيو فيه اليوم مع مريم، دونك لا فونداتريس دو موكا شوكولاتة. بونجور مريومة. بونجور. موكا بلوتو. فوالا. Ça va, tu vas bien? Très bien. Tu es matinale ou pas? Ah, très matinale. Très matinale. Lundi, Manra, qui est sur les réseaux sociaux, Barkala, Trom, Sbeh, Dar, Mtal, donc, il y a Moka Chocolata. Qbel Koulchai, Chnoua Hoa Moka Chocolata. Est-ce une boutique ou bien une marque? هل انها بوتيك والا ماركه؟ ونبداو قال الراجل من اول الحكايه او الخرافه. Alors Moka elle était fondée en 2014 déjà donc c'est les deux en fait c'est une marque avant tout mais عندنا l'espace showroom showroom c'est même pas un showroom c'est un كيما نقول انا c'est un lifestyle store donc lifestyle store voilà la rubrique اسمها lifestyle جينيريشي exactement نحب نعرف اش معناتها lifestyle store ايوه اي موكا نحكيو بالتونسي شوي اوكي ديما نقول لك تقول لي اوكي داكور بي ال ال لايف ستايل هو تو سكي اون رابور مع الحياه نتاعنا معناتها سي تادير ماهيش لبسه بركه نقولوا نحن اون مارك ديما سي ريلي ا لا مود او بريت ا بورتي هي سي اون مارك فيها بريت ا بورتي سي فري مي فيها زاده فيها زاده لي زاكسيسوار فيها الهوم برشا حاجات بور لا ميزون فيها ديكوراسيون décoration fiha les comment dire les produits par exemple cosmétiques fiha fiha plutôt des produits naturels par exemple je cite un truc déo naturel manta déo colo مثلا à base de produits naturels cacao najem talqa fi moka chocolat najem talqa dentifrice blech hatta produits chimiques hatta la bid maarfouch li ahna نستعملوا في دونتفريز في باش دي برودوي شيميك باغ اكزومبل حاجه نستعملوها 3 فوا بار جور اي الي ان بو معناتها كونتروفيرسي اون فادير دونك لايف ستايل هو شنو كل ماركه عندها كومون دير العالم نتاعها داكور نحن شنو العالم نتاعنا نحن سي كوا لا 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 فام موكا شوكولاتا ولا لوم خاطر اون خاطر الزوز تخدموا على الزوز وهذه حاجه نحبها برشا في موكا شوكولاتا خاطر ديما بون نجيب حذاك ونعرف البلاصه دونك الحاجه الباهيه اللي هي دي مارك اللي تلهيو كان من نساء وديما يقولوا لنا العباد اللي يتفرجوا فينا في الماتينال يبعثونا يقولوا لنا ما تحكيو كان عن نساء لا راهو موكا شوكولاتا فيها نساء ورجال فيها بريت ا بورتي فيها للدار وفيها كل شيء وي فيها حتى ان برودوي pour les petits فيها لو بتي دنجري pour les petits pour les enfants de معناتها لي نوفو ني حتى ال 8 ans دونك سا سي ذكرتني انت في حاجه اللي انا لابسه اليوم من عندك دونك بدلت لابسه المونتو هذايا ياسر شباب محلاه دونك هذايا موكا باي موكا شوكولاتا نذكر مره كيف جيت حذاك او احنا نحكيو وقتها نسمع فيك تحكي مع اون كليانت اللي التيسيو اللي عندك فيهم حاجه اللي هما ناتشورال ما فهمتش برشا وقتها حاجه نفسر لك شويه دونك البوت نتاعنا ان مش نعملوا جوست اون مارك كاو كون كري اون مارك كي دو سونس شو معناتها الا دو سونس سيتادير سي اون مارك كي سو فو سستينبل باغ اكزومبل شنو معناتها فوالا معناتها احنا نخدمو principalement مع des artisans معناتها on n'est pas dans le mainstream معناتها on n'est pas une boutique qui ولا une marque ولا اللي تحب انت مع معمل نخدم مع معمل نخدمو بالالاف كيما اللي نشريو فيهم صبيح لليل الناس الكل اللي نعرفوهم كي اكزيست dans les quatre coins de rue partout في العالم سي با cette notion là يعني مانيش البوت نتاعنا ان نربحو الماكسيموم البوت نتاعنا ان نخدمو ماكسيموم دو عباد كي اون بوزوان دو سا
عائلات ولا موكا شوكولاتة دي زارتيزان دي زارتيزان كي نقول ارتيزان سيتادير سي اون فام اللي عندها عائله وراها في دارها في دارها ولا في اتولي بحدا دارها اي معناتها الا لا شونس دو ترافايي اي دو فوار سي انفون خاطر كي تمشي مثلا تخدم في معمل باش تمشي تغيب نهار كامل على الدار دونك ال بوس بري دو شي دو شي سا فامي اي elle est payée convenablement et ça c'est le plus important je معناتها معناتها سي ايتيك وهذا اللي نفسروا به السوام اللي نلقاهم في موكا على خاطر هما ماهمش غاليين برشا ديجا حاجه اللي ماهمش غاليين برشا وانتم انا زاد وقتها نسمع فيك تقول اللي راهو احنا المارج نتاع الربح نتاعنا ماهيش كبيره سي معناتها نخدم باش نربح الارتيزان ونربح انا شويه معاها pour pouvoir continuer c'est très important de gagner de l'argent pour pouvoir continuer خاطر انا من 2014 لتوا sinon on serait pas encore là si c'était pas le cas donc effectivement les prix sont très proches des marques mainstream sans citer bien sûr les marques bien mais les marques qu'on trouve un petit peu partout c'est très très proche de ça enfin c'est pas des prix qui m'aident ça ou l'abed à la khater كلمه ما نحبهاش كرياسيون ماشان وكل دونك سي با سا احنا دون لا ديموكراتيزاسيون او فيت دو ديزاين دون لا ديموكراتيزاسيون دو سو جون دو لايف ستايل معناتها انا نحب يس العالم نتاعك على خاطر كون جو ريغارد لي ستوري في سور انستغرام ترى اللي انت تعيش مع ماركه ما عادش نوسيون تاع ماركه وكوميرس وتمشي ودايور نشوفوا في ليسونس فوتو اللي البلاصه دونك في المرسى وين نلقاو فما تنجم تحوس تدور تشرب قهوتك فما جنينه فما ما تحس روحك سي ان اوتر جونغ دو كوميرس باش نحكيو على لاشا انتيليجون ما قبل خاطر هي دون لا كونتينيتي وهي هدره لايف ستايل قبل كل شيء قبل هذا الكل زاد نثبت وقتها نذكر مليح نهار اللي جيتو بحذاكم جي با اوبليي على خاطر تو في اون اكسبيريونس مش ماشي باش تشري ما باش تعيش تجربه بلوتو دونك وقتها حكيت على ليكسبورتاسيون وهذه حاجه ياسر فرحتني اللي اون مارك تونيزيان اللي تخرج لبرا بحاجات توينسا 100% تونيزيان اي اليك ديزا فون ان فيت حاجات كي سون في بار دي ما ديز ارتيزان تونيزيان اي ديز ارتيزان تونيزيان دونك كيفاش ليكسبور وين موجودين؟ الوغ نحن اليوم موجودين في برلين في ميلان تويكا بدينا شوية في ان كاليفورنيا بيانتو ان شاء الله في نيويورك دونك فوالا عندك دي بوان دو فونت غادي كولا تهز للناس كيفاش تصير؟ سي تري كومبليكي دافوار دي point de vente là-bas, ouais. il faut être une société étrangère déjà pour donc, pouvoir être là-bas. C'est-à-dire, on a d'autres concept stores, voilà, et Motion Hot Random, ils nous achètent, on ne fait pas de dépôt du tout, ils nous achètent des collections, par exemple, qu'ils revendent plus tard. D'accord. Il y a aussi des sites, d'autres sites manette à marchands, qui vendent, l'Europe ou aux États-Unis, ils vendent aussi pour la marque Mocha Chocolata. Ils vendent, c'est-à-dire, sous le nom bien sûr de la marque Mocha Chocolata mais alors quant à eux c'est-à-dire ils nous achètent et ils revendent très bien donc il y a un problème à savoir est-ce que nous parlons de l'achat intelligent ou les non les mais les choses à voir écoutez bien alors qui en parle est tbarkala نحن توينسا فوالا نعرفوا نلبسوا محلينا la femme tunisienne ou l'homme aussi tbarkala عليهم معناتها يعرفوا كمان même ils ont bon goût mais qu'est-ce qui différencie الناس الكل من العباد اللي يجيو ويشريو من عندنا ومش يشريو من عندنا برك معناتها يبداو فرحانين كي هما لابسين من عندنا ça ça me fait vraiment plaisir الفرق اللي هما كي يشريو ils sont conscients شو معناتها ils ont cette conscience وصلوا يعني في الكونسوماسيون تاعهم le consommateur il a atteint une certaine maturité qui lui permet de faire la différence entre les produits qui sont disponibles sur le marché. معناتها يعرف اللي هذاك راهي سي اون ملتي ناسيونال اللي مثلا تخدم في الاف العباد القطعه هو يشريها فما ملايين عباد في العالم لابسين نفس القطعه هذيك دونك فهمت مخدومه في دي كونديسيون تري تري كريتيك etc. Mais niche, qui m'a écouté le sommet, t'as ta farle, les écoles, mais
مثالش كان نحنا نفيقوا شويه ونفهموا زاده شنو هو قاعدين نلبسوا. شنو قاعد نشري كيسكو جو كونسوم. فوالا يعني لو بلوز امبورتون في لاشار انتيليجونس سو ني با داكيغيغ ان ماكسيموم دو برودوي. اوتون لو بلوز فريمون اي سا جي كوا دور كوم فير باسكو سي اون فيزيون كي بورتي فير لافنيغ معناتها يلزم تشري حاجات اللي تعرف روحك باش تلبسهم عام جاي ومن بعد وكل تبدا فرحان بيهم وكي بورت دو سونس. D'accord. Donc, on va le dire que tu es le barche à la moka chocolata, à le concept et d'acheter intelligent. Il m'a tiné comme avant-goût. Un dernier mot, mais moka, les nécessités de faire joufine et surtout les jeunes entrepreneurs et les habou, ils connaissent leur propre projet ou ils ont un helma ou haka ou higin choua et puis haka ou les kadmo. Et je suis quelqu'un qui fonce. Ma tsavage kade, et moka, c'est mon deuxième projet à la fac à la moine. ما تصورش قد نشجع ديما الناس ا انتربروندر ا خاطر سي تري 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 ديفيسيل بيرسون نو بو كونتيستي سا مي لازم باش تتقدم البلاد باش بور الي دو لافون انا تو سكو جو معناتها لا شوز لا بلوز امبورتونت عندنا نحنا سي نو كليونت اي نو كليون يعني احنا اون سيغي جامي لا من غيرهم هما سي دي جون اكستراوردينير اي ذاك علاش نحكي عليهم من قبيله معناتها خاطر ماذا بيا ان شاء الله نهار التوانسه الكل يوليو فريمون هكاك ميرسي بوكو موكا ان شاء الله ديما القدام يا ربي اي افيك دون توت لي مارك تونيزيان فتوما الكلمه ليك ميرسي بوكو حبيبه توا احنا نمشيو ونشوفوا الروبريك الخاصه بزميلتنا منيا الحرزيه على الحيط عسلامة ومرحبا بكم في جولة سريعة لأهم الأخبار اللي شغلت الرأي العام هاليومات. آخر ما صدر مقابر وهمية للاستيلاء على الأراضي الحكومية، هكا جاء في صفحة بلدية رواد وين نشرت تصاور فريق الأشغال وهو يقوم بإزالة مقابر وهمية على ربوع جعفر بنيت من قبل المتحايلين، وهذا في إطار التحوز على أراضي الدولة وأملاك الغابات بنية تقسيمها وبيعها المواطنين من ضعاف الحال وإدراجهم للبناء الفوضوي. بصورة أوضح الناس هذم قاموا ببناء قبور بهيكل خارجي فقط، يعني من غير أموات حقيقيين، وإنما فقط لإيهام الدولة بأنه اللي موجودين غادي قبورات بالحق، وهذه آخر ما صدر في مجال التحيل. الخبر الموالي جينا من الكيف، وفي نطاق الأخبار الإيجابية شباب موهوبين يطلقوا حملة عفوية لتزيين جدران المدينة وأسوارها، وتحولت الكيف من خلال الصور اللي نراو فيها الأيقونة جمال، والصور هذه انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ولقات استحسان كبير من قبل التوانسة بطبيعة مادام صور كلها بهجة وفرحة وألوان مزيانة، وفم اللي عبر على إعجابه وقال تعديت عليها منذ حين عجبتني وإن شاء الله ديما تكون فما مبادرات من هالنوع، وآخر قال برافو صراحة الرسوم أبهجتنا وأضفت ألوان زاهية على الجدران، ماذا بينا نراو بصمة المجتمع المدني في كل ركن فيها، علها تبعث فينا روح الأمل في كيف أفضل، وأنا نقول ماذا بينا نراو هالألوان في كل بلادنا والأمل ديما موجود في تونس أفضل. الخبر اللي بعده يحكي على الماراثون اللي صار مؤخرا في شارع الحبيب بورقيبة في فعاليات النسخة 33 للماراثون هذا. الحاجة المبهرة سنة وأنو التوانسة ديما يعملوا عنصر المفاجأة، والحضور المكثف اللي شهدوا شارع الحبيب بورقيبة بالآلاف من الكبار للصغار من جميع أنحاء تونس من مختلف الولايات، وفما حتى توانسة جاوا من فرنسا ومن غيرها فقط للمشاركة في هالماراثون هذا. الروح التنافسية والإقبال على الحياة والمشاركة في مثل هالفعاليات في حد ذاتها دليل على وعي مجتمعنا بقيمة الرياضة وقيمة المحافظة على اللياقة، ودليل زادة على أنه البلاد فيها نسبة كبيرة من الوعي والمبادرة. وفي المشاركة الوجوه الكل كانت مبتسمة وفرحانة بإنجازها وبوجودها في الماراثون، وبيناتنا عندهم حق. وانتوما وقتاش؟ دونك هذه كانت اخبار على الحيط، تعليقاتكم البنات. انا نحب نشكر برشا الشباب اللي في الكيف وفي في في تونس كامله من بنزرت البنجلداني اللي قاعد يحب ديما يبدل البلاد هذيا، وديما مازلت فيها نكته نتاع امل، وانا ديما نقول لهم فريمون برافو رينا في جيبس رينا في المدينه العربي رينا في سوسه رينا في مستير، وتوا يجيونا شباب من الكيف نقول لكم تحيه لكم وواصلوا على هذا المنوال، حتى لو كان فما برشا سواد في البلاد ما احلاه اذا تبدا شويه امل احنا نزرعوه نكملوا. فوالا انا باش نحكي على موضوع الماراثون اللي صار ديرنييرمون هذا حد اللي فات في العاصمه.
مستنسين مره اخرى حكيت مع شيف فتحيه شركه قبل هي في الماراثون اما قالت لي انا ما عادش باش نشارك على النقطه التنظيميه معناها تقول لهم 9 نتاع الصباح يبداو ما دي ساعه اسني 8 بداو 8 ايوا الدنيير ما هكاك اي عرفت كل شيء منظم كل شيء مريقل معناها لي بوس معناها حاجه نيكيل على الاخر تعدى جوست دو بوين خايبين اكاهو البوان الاولاني هو وين حطوا الكراهب العباد انا ما عنديش كراهب اما باش نحكي على الكراهب حتى انا والله لا عندي ورصه لا 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 عندك عندك وراسك مسلفين ان شاء الله ناخذ منتج ان شاء الله نوايا وين حطوها في معناها في بلاصه بلايص وفما غادي كشكون بالزلاط ويحب على الفين و بون حاجه اخرى الحاجات الخايبه اللي تعديت بتيتر اي الجوائز للعباد اللي يوصلوا مش البوديوم اي واحد يكمل ماراثون ياخذ هكا دي كادو دي بتي كادو المشكله اللي هما الناس الكل تبارك الله هما 7000 جاو كلهم فرق بوان وواحد برك يعطي معناها لي كادو هذيك الحاجه اللي صارت خايبه باقي سبع السباق باهي برشا زيكري زيكرون ليكرون اي حاجه تحفه فرقه موسيقيه زاد باهي بما انه سي عماد دخل دونك نقول له بونجور حاضر فيكم نجري يعطيك الصحه هو طبيب نفساني خليني نعلق انا اللي يجي يحب ياخذ لي كلمتي ما فهمتش فما مشكله فوالا انا حبيت لا لا هكا توا سي عماد راه دونك هو ديجا يقرا في نفسيتي ريسبكت لي بلاس دي زاي دي زوت حبيت نعلق على الناس اللي تتخوبث على الدوله وقاعدين يبنيو في مقابر وهميه باش يستولوا على الاراضي ما فهمتش في مخكم شنو فما سانسيرمون معناها لا الموتى نفعوا منهم حتى نجيو ولا الحيين نجيو فريمون مخاخ غير عادي احنا مطلعين في التخوبيث وفي اما الحمد لله انه الامن واقف والبلديه واقفه على الخدمه وسرقه الاراضي دونك نعاود نرحب سي عماد رقيق هو طبيب نفسي دونك قلت لنا شاركت في الماراثون وي نعم عمل جو طبعا تحسين المزاج في اطار تحسين المزاج في اطار تحسين المزاج انت تحسيني اي بشوي بشوي واحده في اطار تحسين المزاج اش كنا نجمو نحكيو على مزاج عام نجمو نحكيو على دوله والله سمباتيك ومش معناتها الشعب ياسر يحب الضحك وشعب ياسر نكدي وجو هذاك والله طبعا توا في تونس مثلا ناقصه شويه الضحكه والابتسامه في تونس تفضلك في تونس معناها شعب الصباح مثلا تلقى واجم شويه تلقى يعني فما زاد مقياس نتاع السعاده يعني العالمي فما بعض منظمات معناها ما تحطش تونس في الدول السعيده السعيده تحط معناها في الترتيب اللي كان ماهوش جيد ماهوش جيد فهمت علاش الاسباب معناها في بالي انا التوانسه نحبوا يسكروا نبات احنا ضحاك او نكبر اما مش الميزه احنا شتله احنا شتله في بالي احنا يسر نبات الكون هو في الاصل صحيح هو التونسي سمباتيك وفداك وساحب جو وينكت وخاصه ساعات حتى ينكت على حاجه في اوباما اي وينكت حتى على حاجه مثلا فيها نكد حاجه نيجاتيف خايبه يردها تفدليك شبعه شبعه ضحك صحيح صحيح ولكن السعاده بصفه عامه او المزاج نتاع الانسان احنا كان نحاولوا نرجعوا للفرد كشخص معناها خاطر تعرف توا ظروف صعيبه فما فقر فما بطاله فما مشاكل كبيره فما ستريس دونك الانسان بطبيعته ربما يميل نحو الغضب او نحو الانفعال اكثر لكن الموضوع هذا اللي نتحدثوا فيه فلسفيا يعني فما الفلسفه ستويسيان هذه اللي تعود ما قبل الميلاد اللي هي التساؤل الانسان اللي يحب يعيش سعيد او لا يطرح على روحه سؤال واحد في كل حدث ولا كل ضغط ولا كل حاجه تغضب تغشش اي دو كومبروند ولا سبوزي لا كيستيون است كو سا ديبون دو موا والا سا ديبون دي زوتر هل انه الحاجه هذه اللي بقات لي انا مثلا انا فقير هل انه الفقر انا متسبب فيه والا سا ديبون دي زوتر معناها من عوامل اخرى هذا السؤال الاساسي نتاعي إذا كان أغلبية الستريس وأغلبية الضغط جاي من عوامل خارجية دونك أنا يلزمني نكون سعيد يعني أنا فرحان بروحي يعني أنا ما نتحملش مسؤولية سا ديبون با دو موا سا ديبون دي سيركونستانس هذايا الفلسفة هذه مثلا اعتمدها نيلسون مانديلا نيلسون مانديلا معناها بما أنه هو مثلا عانى 27 سنة سجن ومن بعد كي خرج خاطر بالنسبة للناس هذوما كو سوسوا سجن ولا قصر كيف كيف لانه هو يسبوز لا كيستيون انا شنو قبل كل شيء اذا كان انا داخليا مرتاح وقايم بواجبي طبعا لازم يطور نفسه الانسان مش كتفيديه لكن اذا كان مرتاح وقايم بواجبه وعمل اللي عليه
ويلا في تو سون بوسيبل. علاش تلقى امم مثلا في الهند ولا كذا تلقى فقير على الاخر ربما حفيان يدور وتلقى سعيد وفرحان ويضحك، خاطر هو اللي فاكتور نتاع الفقر نتاع الميزيريا. سي با ان سوسي كبير بالنسبه لي هو، خاطر سا ديبون با دو لوي، دونك ما يخليش هو مقياس السعاده نتاعو هو العوامل الخارجيه. مقياس السعاده نتاعك انت بالاصل لازم يكون هو العوامل الداخليه. اذا كان انت راضي على نفسك يا حبذا، اما اللي يجري ديما وراه فلوس وراه كذا وراه يعاني من الفقر يلزمني نخرج من السيتيوسيون، الوغ هو في الاصل ما ينجمش يخرج منها السيتيوسيون بسهوله، لان يعني هي جايه العوامل الخارجيه. دوله فقيره مثلا، دوله ما عندهاش امكانيات. تو كان نحكيو انت حكيت توا على الهند، نحكيو على اليابان. هي. معروف في اليابان انه الانسان كي يتخرج وكي يقرا ويسر عنده ستريس في القرايه والامتحانات ولازم ينجح في الامتحانات برشا في الغونتخي ينتحروا. هذه حاجه يسون تيكزيجون افيك او ميم هذوكم. ايوه لانه طالب من نفسه البرفكسيونيزم، تعرف شنو المشكل؟ المثاليه، يريد ان يكون مثاليا. انه هو كيف يخرج باش يمشي يخدم، يخدموا في نفس الشركه ويقعدوا فيها حياتهم كامله. ريت كي يجيه مدير يطلب منه توا تجيب لي القمره باغ اكزومبل، كي ما يجيبش القمره دونك اول الحل عنده هو الانتحار، اللي هما يشوفوا فيها انه حاجه باهيه والانتحار حاجه كفخر وكل شيء. اي هاي هذا سيوره هما عندهم بعض عندهم. معلش هذا يدخل في المزاج العام ولا كيف؟ طبعا هذا طبعا عادات اجتماعيه عامه. اذا كان هو مجتمع لي اكزيجون فيزافي دو سوا ميم، الانسان يلزم يقبل روحه بلي فاي نتاعو، يعني لازم يقبل انه معناها انا مانيش كامل، ما نجمش نكون كامل، ما نجمش نكون مثالي، عندي اخطاء نتاعي يلزمني نحسنهم، ولكن كذلك يلزمني نعيش سعيد بقطع النظر على لي زاتاك دي زوتر. الحاجه اللي انا ما عنديش عليها معناها تاثير وما عنديش عليها مامبريز ما عنديش عليها معناها سيطره، ما يلزمش تكون سبب في التعاسه نتاعي. اذا كان احنا نخمم صحيح، اذا كان احنا نخمم فلسفيا ونفسيا بالفكره هذه، الحاجه اللي انا ما عنديش عليها سيطره ما يلزمهاش تكون سبب للتعاسه، لاني انا ما عنديش عليها سيطره. دونك انا عندي سيطره على روحي، يلزمني نحسن روحي، يلزمني نعمل مجهود، يلزمني نكون ذكي، يلزمني نكون مثقف، يلزمني كذا. دونك تو انا كما انتم كي دخلت هنا وانتم تحكيوا على الشباب هذم اللي يعملوا في الرسم واللي يعملوا في كومار، هذوما ناس اغلبهم عندهم الفكره الستويسيان هذه، لانهم افيك او ميم متصالحين، قاعد يعمل في مجهود. هو تو ما قعدش يغزر هاو ميزير ولا ما عنديش مصروف ولا ما عنديش عشاء، كان غزرش، كان غزر هو الظروف راهو مشاش تحل. دونك احنا نشوفوا لي انيشيتيف نحكيو عليهم، المبادرات نتاع الشباب ولا الحق ما حضرتش انا بالضبط شنو، لكن المبادرات هذه صحيح علاش يعملوا فيها؟ لانهم هما السعاده يحبوا يخرجوا سعاده من انفسهم. الباهي انا خويا جمعه كامله فقير وجمعه كامله نعاني، عندي نهار لحد باش نتفرج، نهار لحد ديبون دو توا ميم. انت كي باش تعمل مارش ولا تعمل روندوني، وتو برشا في تونس يعملوا لي روندوني ويعملوا معناها نرى فيهم انا ساعات في المنزه جروب دو فام يحوسوا فوالا يعطيك الصحه يدوروا. سا ديبون دو ميم ديمونش ماتان اي ديبون دو توا ميم، اي ديبون با من ظروفك، كسوا عندك 10000 ولا 100000 ولا 5000 تنجم تكون تصنع الفرحه. صحيح تصنع الفرحه نتاعك باش المزاج العام يتحسن. وقتها على خاطر فما صار خلط كبير، على خاطر هو معروف من اول الدنيا البونور في انك تعطي مش تاخو. البونور اللي انت معناها تفرق ولا تعاون ولا تسعد، اما تو ولينا في قد ما تاخو وقتها باش تفرح، لو هذيك فرحه ما تفرحش بالحق. معناها انا كي نفك كل حاجه ولا ناخذ كل حاجه ولا نشري كل حاجه فرحتها باش تقوم باش تدوم ثانيه من با ما تدومش. باغ كونتخ كي انا باش نعمل الخير والا باش نعاون الناس الاخرى فرحه تدوم. باغ كونتخ زاد المانيبيولاسيون دو لا ماس اللي انت كي تخرج الصباح تكون فرحان تبدا خدم على روحك، ولي زونت نيجاتيف نتاع الناس نتاع الشقا والتعب والمرض والواحد يغلبوا ساعات. تكون انت فرحان من الساعات الاولى نتاع الصباح تتغلب. اي صحيح، هذا طبعا هذا اذا كان المناخ العام معناها يحاول باش يلز الانسان للتعاسه واحد طبعا مش به. والحكايه العطاء زاد كلامك صحيح، العطاء هو جزء كبير من سعادة الشخص، معناه هو لو بونور والا ايمي. ايمي هو احسن حب، هو اسمه لامور ديزيسبيري، هو الحب بدون مقابل. كيما نعطيك المثل الحقيقي، هو معناها المراه اللي راجلها يحبها بمقابل تبطل منه. الحب الحقيقي هو حب مثلا مع الاطفال مثلا اولادك انت، كي باش تعطيهم ما تنتظرش منه تو انت تاعب وتهزو المكتب وتقري فيه وتخسر عليه في الفلوس، ماكش تنتظر نتيجه ايميديات، خاطر كان تنتظر نتيجه ايميديات تولي تجاره تزرع فيه ديجا حاجه. اسمه سو كونابيل لامور ديزيسبيريمون. دونك الانسان يلزم يحب الاخرين ولا يحب النشاط ولا يحب روحه زاده، يحب روحه ويحب الحاجه الترفيهيه سونز اتوندر ديزيسبيريمون افيك ديزيسبوار، بدون الاسبوار هو الامل انك تتحصل على حاجه. اذا كان الحياه كلها باش تولي
انا داخليا تجاره وحسابات ويلزمني اسبوار ويلزمني امل باش نتحصل على حاجه هنا باش تولي حياتك كامله بالحق تولي واجم 24 ساعه. ميرسي بوكو دكتور عماد رقيقه طبيب نفساني يعني دونك حبوا ما غير ما تستناو شكون يحبكم خاطر انا نحبهم وهما ما نستناوش هي تحبكم بدون مقابل مسكينه شفتني جنتي سعيده ريحه سعيده نشوفوا السبوت الخاصة بليبرتي فواياج ونرجعوا ما كنتيش بيع البلدان نزورها طرشي نحبك ونزيد نقولها انت حياتي انت وصية جنون انت غرامي معاك نفوت لحدود يا عمري في قلبي راني مخبي صغري ناوك ونموت عليك معاك انتي روحي انا ننساها تسلب عقلي كيف تلقاني بحذاها كما كنتوا تشوفوا في سبوت الخاصة بليبرتي فواياج للناس اللي تحب تمشي تواكب كأس العالم للأندية في الإمارات دونك فما رحلة توفري لكم ليبرتي فواياج من 12 ل 21 ديسمبر 9 ليالي و10 أيام ب 3 ملايين و190 معاك تهز معاك شكون فما خصم 250 ألف دونك هنا شنو فيها زعما فيها الفول بيان سور فيها دو تيكي نتاع دو ماتش فيها لالي والغوتور بيان سور فما اوتيل غادي 4 étoiles ou femme à deux excursions, femme à excursion fi City Tour Dubaï ou excursion au Khrafi Abu Dhabi City. Alors, ils aiment mieux le bout? ما شاء الله نجم نكلموا ال 29 600 262 والا ال 20 78 2 78 2 ولكن العادة يكلمونا على ال 71 56 96 فوالا اوكي بي نجمو يمشيو سيغ www.libertavoyage à la fin s.com غادي كتلقاو لي زوفر نتاع ليبرتي فواياج الكل 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 بيه يعطيكم الصحة البنات نمشيو لنشرة خنا حبيبة حبيبة شاي ما قلناش نبدلو شهري لاني باش نكبتي الاسامي لي نهار نهار بالحق تعمل انت نشرة خنا وباش نعمل وانت تعمل اجندا باش يفرحوا بيك وسي باش يفرحوا وانا باش نبدل انا وايو بيه انت طيب وايو بيه قادر طيب بالحق ايو جربوها ايش شنو قدس مش فطوبي فاطمة من عندك تقدم لهم طاجين المقرونة وانا نخت انا سهلة بيوس كنا باش نعوض ايوب دونك باش نعمل دجاجة دجاجة ننشر الخنار ينشر الخنار تو بعد كان نحط ننشر لكم الخنار الو السلام ومرحبا بكم في نشرة الخنار والاخبار الاولاني على الممثله المصريه رندا البحيري اللي سطرها ديغنيامون فازت درا كيفاش المغبونه مشات تعمل في شوبينغ في بوتيك في مصر الفوندور اول ما شافها تسرع وقام يصيح عليها اخرج عليا مانيش باش نبيع لك حتى قشه اخرج من حانوتي هكاك تعمل في بوك يا عايقه والديك رندا من الاول ما فهمت حتى شيء لكن من بعد عرفت انه البياع يقصد اخر دور عملته واللي مثلت فيه دور طفله عايقه وعامله الشر في والديها رانيا من الاول تنبذت بالفوندور لكن من بعد فرحت انه تمثيلها اقنع الناس لدرجه هذه وقررت انها من هون القدام تولي تختار ادوارها بذكاء اكثر تولي تمثل ادوار مثلا نتاع شرطه ولا امن دوله باش تسلك امورها ولا ادوار نتاع بوكسوز ولا بطله في الكاراتيه باش حد ما يبزص عليها الخبر الثاني على الاعلاميه ريهام سعيد اللي اختارت كما العاده انها تركب على الاحداث وفي برنامج صبية اللي يتعدى في قناة الحياة حكيت على روبة رانيا يوسف اللي عملت بها الفضايح في اختتام مهرجان القاهرة السينمائي ريهام قالت ما فهمتش علاش الدنيا تقلبت على جرد روبة ما تقلبتش كيف انا حكيت وقلت في البرنامج نتاعي انه فما 100 صغير مهدد بالموت وعلاش مجلس النواب اتحرك على موضوع الروبه وما تحركش باش ينقذ الصغار حتى الهوني لوجيك حتى الهوني لوجيك زاد قلت في الاخر انه المشكله مش في رانيا يوسف وربتها المشكله في المصور اللي صورها وهبط التصويره هو اللي نشر الرذيله والفجور مش رانيا يوسف استنى المصور هو المسؤول عن نشر الرذيله والفجور عليه هو خيط لها الروبة وشد عليها فرد باش لبستها بالسيف لو كان الصحفي كان تبعها وجاب لها تصور برنامجها هي راهو ولا يخدم في خدمته ولا غبار عليه لكن بيسكو ما يخدمش معاها ولا مغبر وبالعنكبوت انا معاها كلامها 100% صحيح
عليه على خاطر هو اللي بالحق كان ينجم يستر اذا كان شافه هو وقت الفيستيفال. فما حاجه اخرى زاده فما هذيك واجب المصور اللي هو يرابورتي التصاور. اي مش معناها شوف كيفاش واحد ينجم يلعب بزوز كاملين راتو عين مرات نجم يلعب بزوز. الخبر الثالث على الفنانة المصرية بوسي اللي عملت تصريح الناس عجبهم وشاخوا على صراحتها. بوسي قالت انه الوسط الفني مليان بالشواذ والمثليين وانها تلقى روحها ملزوزة ساعات باش تخدم معاهم. المشكلة انه بوسي مش مستانسة تقول تصريحات كيما هكا. مش هي تعرفوها كيما وقت اللي واحد تعرفوه بالكدية بعث لكم مساج في التليفون تقول ليه ليه هذا مش خطو مش خطو. المشكلة انه هذا الخبر انا خذيته من سيت التاسعة نيوز وزملاء في التاسعة ما يلعبوش اخبارهم مغمض عينيك وهز. اما انا ما غمضتش عيني ومشيت رجعت للبرنامج اللي حكيت فيه بوسي في التصريح ولقيت انه التاسعة وسيت التاسعة اصحاح. بالحق بوسي قالت انه الوسط الفني مليان بالمثليين لكن جست عملوا غلطة صغيرة قدك. مش بوسي هذه اللي تكلمت بوسي هذه صحيت هكا هاو نشط الخنا رفات على بخشين صحيح صحيح والله سابق صحفي ايه؟ كل يوم تبهرنا اليوم هيك لحالة تحسها الوغ ايوب وجينا دونك احنا انا واحد من الناس مقاطع من اليوم نشرة الخنار ايوب عليه كثروا فيها البوسيات لا البوسيات هذيا البيزوتين نتاعك دونك مرحبا بكم السادة المشاهدين هكا نكون وصلنا لختام الركن الخاص بالمطبخ في برنامج الماتينال. انا قدمت من مجموعه من الوصفات مالحه وحلوه. نعطيك الكلمه مدام فتحيه ولا تختم بعد انت؟ لا مسيش كمل باهي الله يبارك يعيشك. دونك الاطباق كانت الطبق الاول عملت طاجين بالكبده. اليوم طاجين مميز شويه على خاطر استعملت فيه القرع الاحمر. مش معهود عند التوانسه انهم يعملوا الطواجن بالقرع الاحمر. ياسر بنين باش يخلي قلب الطاجين بتاعنا مروب ما يجيش شايح. دونك هذايا فيما يخص الطاجين اللي عملت معاه كسبر اخضر مش معدنوس اليوم على خاطر نكهه الدجاج والكسبر يمشيوا برشا مع بعضهم. اكيد حطيت له شويه عظم من عند مليحه ما ننسوش جبن. وكان الطاجين بتاعنا حاضر في وقت قياسي. معاه هو حضرت مقرونه بالتن. مقرونه بالتن عملتها اليوم بالكبار والليمون. الليمون المخلد هذاك يعطي نكهه ممتازه مع التن ويعدل الطعمه نتاعو في وسط الصوص البنينه اللي حضرناها بطماطم عبيده والهروس كيف كيف من عند عبيده. الهروس ميزته كونه فيه برشا ثوم دونك ما يستحقش تزيد معاه. اللي يحب طعم الثوم اقوى وكل شيء ينجم ياخذ شويه ثوم فورنيتو مرحي حاضر باش ويحطه في قلب الصوص نتاع المقرونه. هذوما زوز اطباق في كل ايجاز. اللي يحب يطلع اكثر على تفاصيلهم ينجم يلقاهم على صفحه الماتينال على الفيسبوك والا على اليوتيوب. كيف كيف نجموا تلقاو الوصفات نتاعنا من غير ما تضيعوا حتى شيء. من عندي انا نقول لكم صحه وبالشفاء. ملتقانا نهارت غدوه حبيت نوسع بيكم. نحب نعرف من المشاهدين انه الطاجين ما لقيناش فيه لقطك لقش كبده كلها ما كان عشان ان شاء الله غدوه بحول الله في نفس الموعد على قناه التاسعه. تحيا الكوجينه في برنامج الماتينال. يعطيك الصحة سي أيوب. صباح الخير وصباح الفل الناس الكل. مرحبا بكم في أجندة الماتينال نهار الخميس. اليوم نبداوها بنداء للترشحات أبيل كونديداتور. البروجي هو اسمه وزيز كرياتيف. تنظموا لا ميزون دو ليماج بيت الصورة في تونس. نجموا تدخلوا على لاباج فيسبوك أبيل كونديداتور دو بروجي وزيز كرياتيف. دونك بدا ليفينمون عنده نهارين ويتواصل وين تنجموا هنا تترشحوا في بلوزيور ديسيبلين منها لا فوتوغرافي كيف ما تراو في الافيش اللي قاعده بجنبي. دونك موجوده بجنبي اللي مش قاعده درا في درا مش قاعده سامحوني. الافيش اللي بجنبي. دونك تنجموا تدخلوا كيما قلت لكم على ليفينمون فيسبوك باش تترشحوا وان شاء الله ربي يوفقكم في لابيل كونديتاتور هذايا. ليفينمون الثاني هو مدينه بزنس فورم. ينظموا لو كلوب ايسيك. ايسيك هو الكلوب انترناسيونال عندنا في تونس. يعملوا برشا انشطه ويبعثوا كذلك الطلبه للخارج باش يعملوا لي ستاج نتاعهم. دونك نلقاو ليفينمون هذايا بعنوان مدينه بزنس فورم. تلقاوها في ليكول سوبيريور دو كوميرس في منوبه. اليوم يبدا 9 نتاع الصباح ويتواصل حتى كشي للعشيه. ليفينمون الثالث هو يوم اعلامي جورني دانفورماسيون بعنوان سيستم سيك اي اوميد. تلقاوها 4 نتاع العشيه في نزل الشيراتون تونس وين تلقاو غاديكا مهندسين معماريين تلقاو دي بروموتور دي انجينيور دي انتربرونور. هو يوم اعلامي يتقابلوا فيه الناس هذوما الكل يحكيوا مع بعضهم وكذلك لي
دونك باش يعملوا علاقات ويعرفوا لي نوفوتي دون لو دومين دو 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 لونتربرونيا وكذلك في الهندسه المعماريه. نختموا باخر ايفينمون اللي هو سهريه بعنوان يولولونا يولولاند انتو ذا جانجل. دونك فيلم ترازون تعرفوه هنا سهريه ان بو ديكالي تلقاوها في دون بابا ويمشي يكون فما دي جي بلاك جاك وسهريه ياسر مزيانه. دونك سي اون سواري اتام كانت هذه اجندا على الماتينال نهار الخميس. ان شاء الله نتقابلوا غدوه نهار الجمعه في اجندا جديد. شنو حوالي كافي؟ صباح لا كانتي صباح لا كان اسم لا كان صباح بانو شنو حوالك بانو؟ سامعني نمشي بعد جلات ولسان ظروف المباشر نمشي بعد شافت حياة. مرحبا فاطمه. انا كيما شفتوا اليوم عملت زوز انواع خبز رغم اللي هو نوع واحد لكن عملت زوز دو غو ديفيرون. مطعم واحد بثوم فورنيتو معناها عجنت العجينه نتاعي خذيت السميد سبيسيال بان سبيسيال نتاع خبز مفوح ورده وخدمت به عجنت به الخبز نتاعي وزدت شويه فرينه كيلتين سميد وكيلا فرينه وخبز مفوح حاضر باش حطيت له شويه خميره انستونتاني سمارت شيف تلقاو المكونات على الباج اوفيسيال نتاعنا وعجنته. بعد اللي كملت عجنته وبسسته بالزيت على خاطر الخبز كي تحط له زيت قبل ما العجين راهو يشرب الزيت وما يشرب لكمش الماء هذاك علاش نعجنه بالماء ومن بعد نبسه يطلع خبز هشوش وفريمون سامحوني يطلع خبز هشوش وطري ومطعم وبنين ويقعد فيه مطعم الزيت. بعد الخمر الخمره الاولى قسمته على اثنين زدت شويه زيت الاولانيه حطيتها ناتور كما هي والثانيه زدتها ثوم فورنيتو باش تعطي نكهه الثوم وجاي خبز بنين ياسر بالثوم معناها مفوح ومطعم وبنين. الوغ هذايا الخبز طاب وحتى ما تنساوش تحطوا صحفه ماء في الكوشه والكوشه تسخنوها في ماكسيموم باش يوسطوا يبدا منفج ومهوي. الوصفه الثانيه هي البسكوي بالنوا دو كوكو كما تشوفوا فيها طلع فريمون حاجه بنينه وسهله. خذيت فرينه ورده سبيسيال جاتو لابد سبيسيال جاتو للبسكوي هذا على خاطر السبيسيال جاتو هو اللي تعطيه اكل الهشاشه نتاع البسكوي. حطيت فيه زبده نواة كوكو سكر وحطيت له اصفر عظمه يتخدم الا باصفر العظمه مليحه. حطيت فيه اصفر عظمه مليحه حطيت له باكو خميره سمارت شيف حطيت زوز باكويت فاني سمارت شيف وعجنته لميته لمان ومن بعد خليته يرتاح شويه في الفريجيدير وحليته على علو 3 ملم ومن بعد خذيت اصفر عظم مليحه زدت شويه ماء باش تجي اللمعه جوست كيفو خاطر لو كان تحطوا الاصفر طول تدهنوا به راهو يكحال وجه البسكوي ما يخليش اللمعه المزيانه هذه. من بعد لا كملت زدت الماء ودهنت الوجه نتاع البسكوي ناخذ الفرقيطه ونعمل شلوت فوق الوجه البسكوي باش يظهر اك ديسان لكن ديسان ديسكري مزيان كانه مطبوع طبعا لكن هو الكل بالفرقيطه. رشيت عليه رشه ملح خفيفه ملح ارطب وقتي باش ترشوا الملح هزوا ايدكم الفوق عليوها باش الملح يتنثر معناها وقتي تحطوا ايدكم لوطه يجي اكديس اكديس لكن وقتي تهزوا وقتي تعليوا ايدكم هكا وتنثروا الملح يجي فوق الكل معناها يتنشر. طيبته في كوشه 180 قعدت ليت بالترتيب نتاعو جا فريمون بسكوي ممتاز وبنين وجربوه في دارنا برشا عباد يعرضوني يقولوا رانا نجربوا في لي غوسيت نتاعك والحمد لله جوسكا بريزون كلهم ناجحين واللي عنده ما يسال راهو احنا محلولين للاسئله الكل ونجاوبوا على كل طلباتكم. ميرسي بوكو شيف فتحية. الوغ وصلنا لي غوميرسيمون البنات. انا نحب نشكر برشا هيلا عموس اللي لبستني دنجري وروبا اليوم بيان سور لي اكسسوار هاجر كوليكشن وهذوما الكل تلقاهم في الدوكان ستور على يدكم يمين وانتم ماشيين من تونس مقابل استاد الكرة. انا الفيست الويت الاكسسوار الويت الحوايج الويت لي بيجاما الويت اون توكا ادخلوا باج فيسبوك وش ندخلوا؟ لا باج قبيله افيش فما هايكا راهي تسمع ادخلوا باج فيسبوك الويت النصر وتشوفوا الحاجات الحلوه برشا اللي عندها.
ميرسي بوكو البنات. انا حبيت نشكر السنتر ديستيتيك باك ستيج في العوينه، قلت لي عنده فورفي ياسر طياره نتاع عروسات، سواء انت راجل ولا مراه نجم تمشي الباك ستيج العوينه وتشوف الفورفي للعرس. دونك ميرسي بوكو البنات، ميرسي بوكو للناس اللي اثت لنا برنامج الماتينال. ما بقى لي كان نقول لكم كان بسلامه.